صباح الخير عن جديد مشاهدينا. رح نبدأ بأولى محطاتنا الحوارية، رح تكون بعالم الطفولة، وتعتبر اليوم الإجازة أو العطلة الصيفية من أكثر الأمور المحببة عند الطلاب على اختلاف المراحل الدراسية. فبعد شهور من الدراسة والتعب أخذوا راحتهم، ويمكن قضوا وقت حلو مع عائلتهم أو مع رفقاتهم أو مع أنشطتهم المختلفة، ولكن اليوم المدرسة قربت ترجع، واليوم نلاحظ أنه كثير من الطلاب بتعاني من موضوع الفيئة بكير الرجعة المدرسة والدراسة. فاليوم مهم كتير أنه نحن نهيئهم لهيدول الأطفال نفسيا ومعنويا، نحاول قدر الإمكان يرشون ندعمهم ونحمسهم أكثر على الدراسة. بس لا نتحمس أول شيء نحن كأهالي اليوم. يعني قلتي النقطة اليوم بجزء العطلة هي محببة للأهل والطلاب أكيد صحيح. يعني ولكن اليوم نحن على أبواب يعني المدرسة، اليوم في ثغرات، في طلاب عندهم ضعف ببعض المواد، في عندهم مفروض يروح لترميم بعض الثغرات التعليمية خلال الفصل الصيف. يعني الأمانة في بعض الطلاب راحوا للأنشطة الثقافية التعليمية الترفيهية والنوادي الصيفية. يعني حتى في طلاب بتقلك أنا ما بدي أدرس، يعني بكرة جاي المدرسة بكسر علي ضغط وزيادة بالمنهج. ولكن اليوم نحن بحاجة للنصائح، كيف نحن قادرين نهيئ هذا الطفل مثل ما قلتي ليرجع في بكير، يرجع يتأقلم مع أنه هو حيروح على المدرسة وحيلتزم من أول وجديد. نحن دول المعلومات وغيرها حتخبرنا عنه ضيفتنا لليوم، وهي الاختصاصية التربوية رندا علي ديب. صباح الخير يا رندا. صباح النور. صباح الخير. متهيئة رندا؟ أهلا وسهلا. أنا متهيئة طول العالم. أهلا وسهلا فيك أستاذة رندا. خلينا هيك بداية نعرف المشاهدين نحن شو بنقصد اليوم بمفهوم ترميم الثغرات التعليمية. تماما، نحن في عنا فروق فرديه بين الاشخاص، سواء الاطفال وسواء حتى الاهل، حتى المدارس فيها فروق، وقد كل مدرسه او كل مجال معين بيكون تركيزه واهتمامه على جانب خاص بالطفل. فنحن بيظهر عنا مشاكل خلال العام الدراسي خلال الشتاء، مثلا ممكن مشاكل بالقراءه، مشاكل بالكتابه، مشاكل بالحساب، مشاكل مثل ما ذكرتوا بالدافع لأنه أنا أقعد كطالب أقعد لحتى أهتم بالدرس أو أنتبه له. فهون نحن حتى بيطلع مشاكل سلوكية خلال العام الدراسي، نحن بيكون بهدف لحتى نكفي الأعوام الدراسية اللي بعدها. نعم. بيكون في عنا هاي الفاصل اللي هو فصل الصيف اللي بيمتد على 3 شهور، نحن يكون في عنا ترميم أو ملء هاي الثغرات لحتى نحن نرجع ببداية جيدة ونتلافى كل شيء تراكمات سيئة كانت معنا خلال العام، لضغط الوقت واليوم القصير اللي ما بنلحق نحن ننجز مهام فيه. يكون عندنا فترة هالبريك 3 شهور هي لحتى نرجع نرمم ونهيئ الطالب لحتى يفوت على العام الدراسي الجديد بثغرات أقل، بشغف أكبر، طاقة حلوة. تماما. ويكون هو دائما نحن بنعرف التقصير الدراسي أو النقص اللي بيشعر فيه الطالب بيعطيه دائما إحباط وشعور بقلة الثقة. فنحن بننتقل من عجز أو ضعف أكاديمي لنوصل لمشاكل سلوكية متعلقة بهذا الموضوع. فكتير مهم نحن نقدر نحدد مع نهاية العام الدراسي الشتوي، نحدد نقاط الضعف اللي بدنا نشتغل عليها بالصيف بدون ما نضغط ابننا لحتى يكفي أعوامه الدراسية اللي جاية بأخف ضغط وثقة أكبر بالنفس. طيب رندا، اليوم هدول الثغرات نحن بدنا نروح مثل ما ذكرنا للترميم، ولكن إذا رجعنا للأساس وللأسباب اليوم شو سبب وجودهم؟ هل هو عدم تنظيم الوقت؟ هل هو انخفاض في قدرات الطالب إذا رحنا لنقارنه مع طالب آخر؟ يعني في اليوم أكيد عوامل أدت لهيئة الثغرات. للأسف نحن دائماً ما منحط طموحنا كأهل بأبنائنا ما له متوافق مع إمكانيات الطفل. مو بالضرورة أبداً أنا ابني يطلع مثلاً ميوله علمية أو مهتم بالدرس مثلي أنا مثلاً كوالدته أو يطلع مثل أبوه. ممكن يكون في كتير اختلافات بحكم الجيل، بحكم الميول، بحكم الاتجاه اللي عند الطفل. نحن هذا ما منركز عليه للأسف، فمنروح منحط ابننا بضغط دراسي مثلاً، ممكن أنا أحطه بالمراحل التعليمية الأولى مثلاً يتعلم لغتين مع بعضهم،
تعلم ثلاث لغات مع بعضهم، اضغطوا كمان بجوانب أكاديمية تانية، ولكن إمكانياته الإدراكية والعقلية أو مستوى الذكاء اللي عنده ممكن يكون ما بيقدر يتحمل بفترة واحدة يتعلم لغتين، لازم يكون في مثلا انفصال بيناتهم. هون ببلش التراكم بالمشاكل وبالضغط على الطالب، بصير بيشوف حاله انه هو اللي ما عم بيقدر ينجز، مو لانه هو ماله بهذا المنحة لانه يقدر يحقق هاي الانجازات. كل في فروق فرديه لازم نحن كثير نراعيها، لازم ننتبه لميول ابنائنا. ممكن يكون كثير الطفل ميوله موسيقيه يبرع فيها، ممكن كثير يكون عنده تمييزه السمعي مثلا احسن من انه مثلا تمييزه البصري، فنحن لازم ننتبه على هاي النقاط، مهاراته تماما، مهاراته وامكانياته كيف ننمي له اياها، وكيف بنقاط قوته نقدر نشغل نقاط الضعف ونقويها. فللاسف نحن المشكله الاساسيه بتكون عنا هي طموح الاهل بمهارات الاهل تماما، مهارات اللي ما قدروا يعملوها بصغرهم بيروحوا لاسقاط على اطفال تماما يعني. هو مو بالضروره حتى يكون عنده ابنهم هذا الميول اللي هن بيتمنوا انه يكون موجود. لهيك نحن كثير ضروري نشوف المكان اللي عم نحط ابننا فيه، اذا كان في ضغط دراسي كبير غير متوافق مع امكانياته العقليه والادراكيه، نحن لا نحاول ننقله لجو يكون ابسط شوي، يحس حاله مرغوب ومقبول، لحتى نشتغل على الثقه بالنفس، نشتغل على المهارات الاجتماعيه اللي منا انا بقدر قوي اكاديميا. في نقطه ثانيه، نحن ما بننتبه للثغرات الموجوده عند ابنائنا بالمرحله النمائيه اللي هي الانتباه، الذاكره، التركيز، بيكون في عندنا مشاكل فيها نتيجه القعده الطويله على الموبايل، على التاب، طبيعه الالعاب الالكترونيه اللي بيلعبها الطالب قبل ما هذا كله بياخذ من تركيزه وانتباهه وبيضعف ذاكرته، لانه ما عاد عنده صار يحرك دماغه بانه يحصل على معلومات، عم بيكون لا الموضوع كثير روتيني، هي خوارزميات واحد وواحد اثنين خلص، فانا بعرف انتقال باللعبه كيف ممكن يصير، بعرف نقاط اساسيه، ما بشغل مخي لاني اخترع شيء او فكر بشيء جديد. هذا بيعطي محدوديه للتفكير للطالب حتى ولو كان الطلاب الاذكياء، بالعكس هو بيعمل له تراجع، لانه نحن عم نعمل تاخر وضعف بالناحيه النمائيه اللي منها بنتقل لاكاديميا. يعني انا شو بينفع اذا كان كثير ذكي ولكن ذاكرته ضعيفه؟ نحن اصلا من اختبارات الذكاء لازم يكون الذاكر عنده جيده، ما بالك غير اذا كان الانتباه اساسا ضعيف، فهو بالمرحله الاولى بالحصه الدرسيه عم بياخذ المعلومات اول خمس دقائق، بعدين انتهى انتباهه، ما عاد يقدر يكفي كماله الحصه لياخذ معلومات، فوصلته المعلومات لمخه هي مجزأة او ناقصه، بالتالي هو انتقل عنده، راح منه التركيز والانتباه باول عشر دقائق بالدرس. طيب باقي الحصه شو بده يعمل؟ تظهر هالمشاكل السلوكيه مع باقي الموبايلات، التابات، تماما، بصير بده يحركش برفقاته، بده ينتبهوا اذا حدا من رفقاته طلع شيء من مقلمته مثلا، فهو راح ترك الدرس وصار ينتبه. بتحكي يعني رندا انا هيك كنت شفتي، بتلاقي انه دائما هي نحن مرقت معنا كلنا، ولكن لما بتبلش تصير معطل للتحصيل العلمي فانا هون لازم وقف وشوف شو السبب الاساسي. تمام استاذه رندا، خلينا نحكي اليوم نحن كيف قادرين نرمم هيدا الضعف الدراسي او هي الثغرات التعليميه، اليوم شو الاساليب او الخطوات يلي نقدر نحن نتبعها اليوم؟ قد ايه بدها وقت؟ هل هي اليوم بتناسب كل الطلاب؟ خبرينا تفاصيل اكثر. هلا اهم شيء لهذا الجيل، نحن بالاول كنا نقول انه لا حطي له قواعد وخليه يمشي عليها، هلا ما عاد فينا نعمل هذا الشيء، صار هذا الجيل بصير هن بحطوا لنا القواعد اللي نحن نمشي عليها. فهيك نحن لازم نعمل أول خطوة نعلمه التنظيم، ينظم هو أموره، يعرف تماما، يكون بطريقة اختيارية يختار هو الوقت. دائما أنا حدد كل من كان العمر الطالب أصغر حدد له وقت ولو عشر دقائق باليوم ينجز مهمة ورقية، يلون، يعمل حساب بسيط، يحل مسألة معينة، ينقل نص من ورقة لورقة. هاي العشر دقائق مع الوقت بتزيد، بتعلمه شوي الالتزام، بتعلمه ينضبط روتينيا بمهام
هي بالنسبة له مملة، ولكن حتنقله لحتى يقوى شوي انتباهه وتركيزه ويصير اهتمامه العلمي أكثر. كثير صح نحن خلال فترة الصيف نرمم هذا الجزء بالأنشطة الرياضية. بيستغربوا الأهل إنه أنا كيف ابني من عنده نقص ما بيقدر ينقل صح مثلا من اللوح أو ما بيقدر أو بطيء بالكتابة كثير تماما، إنه أنا كيف عم تقلي لي روح حطه باسكت مثلا أو حطه قدم، أو مثلا إذا بنات مثلا حطوا نشاط زومبا مثلا. هدول الألعاب وهدول الأنشطة الرياضية كثير بتقوي التآزر، اللي حركة العين مع الإيد مع الشغل على النصين نصفين الدماغ، هدول كثير بيساعدوا وبيقووا ثقة الطالب بنفسه وبيخليه، خصوصي الألعاب اللي مثل الجيدو والكاراتيه دائما بيكون فيها بغيروا حزام، الكوتش دائما بيكون حازم بطريقة جيدة لحتى يعلموا الالتزام بتحبب مو بطريقة مزعجة. هذا الانتقال من مرحلة لمرحلة بالأنشطة الرياضية بيعطيه ثقة بالنفس، بيعطيه تركيز وانتباه أكثر، بيعطيه تحمل مسؤولية. هذا كله أساسي جدا قبل ما أنا أمسك الكتاب وعلمه يحفظ وعلمه يروح يقدم امتحان. هاي الخطوات كتير أساسية أنا أكون مأنجز فيها مع ابني ومأمن عليه أنه تماماً أنجزها لحتى أقدر بعدين أعطيه كتاب وقوله ادرس لحالك وأنا حشيك عليك بعدين. هاي النقطة كتير مهمة اليوم رندا، أنه يحب أنه هو يكون عنده هذا الشغف والمحبة ليبلش بهدول الخطوات. اليوم نحن على أبواب المدارس 8 شهر، يعني أعلنت وزارة التربية بدء العام الدراسي الجديد. اليوم 3 شهور يعني كان خلينا نقول فوضى، إن كان بالنومي بالفئة حتى بالنظام الغذائي بالنشاطات. اليوم معنا هاي الفترة لنقدر نهيئ أطفالنا لنرجع صح. شو هي أهم الأساسات المفروض نشتغل عليها ضمن هاي الفترة؟ هلأ نحن فينا نقول إنه مثلا بقيان شهر، فهذا الوقت النموذجي لأنا بلش هيئ أولادي لحتى يفوتوا على العام الدراسي. أول شيء مثل ما ذكرتي النوم والغذاء. نحن كثير هلا عم نشوف طلاب انه بتجي المعلمه بتقول له انه انا عم بعطيه وبحطه بشكل فردي وبعطيه المعلومه وبرجع بلاقيه ما له منتبه وما له مركز. كثير منيح انا انتبه على غذائه، على ياخذ نوم فتره نوم كافيه، كثير انتبه اذا كان غذائه من الاولاد او الطلاب اللي بتعذب بنوعيه الاكل انا ادعمه بالفيتامينات تماما، ادعمه بالفيتامينات لحتى دائما يكون في شيء ينشط له هالدماغ. وتنظيم النوم كثير مهم، كثير مهم. نحن في قسم بيكون عايش بفوضى بالفتره الماضيه، القسم الثاني خصوصي بالشهادات بيكونوا ضاغطين ابنائهم بدورات صيفيه للاسف لهلا يعني تماما لحتى يفوت على العام الدراسي. كثير مهم نحن بهي الفتره نوقف ونعطيه هذا الشهر بريك يتنفس شوي، يخليه يمارس دائما الأنشطة الحركية لحتى يفرغ هالضغط وهالطاقة لحتى تكون البداية جيدة. نرجع بذكر أهم شيء التنظيم النوم لحتى لأنه لما بيفيق مزعوج مو شبعان النوم حيصب كل هالكره على المدرسة وعلى الدرس، بوش على الأهل. هو ما بيعرف إنه هي المشكلة أساسها نقص نوم. النوم بتجي الأم بتقول إنه أنا ما بعرف ليش كرهانكم، هو مو كرهان المدرسة، هو كرهان الضغط اللي عم بيخليه يشبع نوم. تماما اكيد رندا، اليوم هدول المعلومات جدا مهمين والمفروض اليوم الاهالي يتبعوا هدول النصائح كرمال نحن ندخل على المدرسه ونحن هيك بظروف افضل واريح، وان شاء الله تمروا هيك هالسنه على خير. شكرا رندا لك، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا لك استاذه رندا، واكيد ان شاء الله بنتمنى يا رب يكون عام جديد مليان بالتوفيق والنجاح لطلابنا. اهلا وسهلا فيك.